فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر في وقت النهي، إذا دخلت المسجد بعد صلاة العصر في وقت النهي، فهل يجوز لي أن أصلي تحية المسجد؟ قلنا لكم فيما سبق المسألة محل نظر واجتهاد، اللي يصلي ما ينكر عليه واللي يجلس ما ينكر عليه، لأن كل منهما له مستند، مسألة اجتهادية. نعم.